هو ايه بقى حنكوره حكالنا حكايه هتقلب حالنا حشونه حرام. ها خدوجه خليفه خطبها خليل ابن اخت خفاجه امام والمهر ده حته نتفه 6 7 8 تمام. وبنسال صالح بالح قال بصراحه انا ما اعرفهمش. بصراحه انا ما اعرفهمش. يلا حمامة حنكور حكالنا حكاية حتقلب حالنا حشونا حرام. حنكور حكالنا حكاية حتقلب حالنا حشونا حرام. خدوجي خليفة خطبها خليلي ابن اخت خفاجه امام والمهر ده حته نتفه 6 7 8 تمام. والمهر ده حته نتفه 6 7 8 تمام. والمهر ده حته نتفه 6 7 8 تمام. وبنسأل صالح بالح قال بصراحة انا ما اعرفهم. قال صالح قال حمامة والست سكينة السكنة في السكاكين سرقها سليم. والست سكينة السكنة في السكاكين سرقها سليم. وخلينا جربنا جابوها جماعة كمان فحلتهم ايه وسابونا ساعتها سقونا سليم. وسابونا ساعتها سقونا سليم. وسابونا ساعتها سقونا سليم. وبنسأل صالح بالح قال بصراحة أنا معرفهم. حنكور حكالنا حكاية حتقلب حالنا حشونا حرام. حنكور حكالنا حكاية حتقلب حالنا حشونا حرام. خدوجة خليفة خطبها خليل ابن اخت خفاجة جمام والمهر ده حتت نتفت 6 7 8 تمام. المهر ده حتت نتفت 6 7 8 تمام. المهر ده حتت نتفت 6 7 8 تمام. وبنسأل صالح بالح قال بصراحة أنا معرفهم. حنكور حكالنا حكاية حتقلب حالنا حشونا حرام. حنكور حكالنا حكاية حتقلب حالنا حشونا حرام. خدوجة خليفة خطبها خليل ابن اخت خفاجة جمام.